ويحيى استقبل وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون. اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. هذا وأجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أجرى محادثات مع وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون. اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد الدرك الوطني لواء مناد نوبة تناول فرص إثراء وتعزيز المبادلات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية على مستوى البلدين. Nous venons de discuter de sujets d'intérêt commun et nous le faisons comme toujours dans l'amitié et dans la volonté de progresser ensemble. D'abord les problèmes de sécurité parce que nous sommes concernés et l'un et l'autre pays par ces problèmes-là, en particulier les problèmes de terrorisme qui ont frappé l'Algérie mais qui ont frappé la France. Nous avons ensuite parlé des problèmes de développement économique, d'organisation de nos territoires. Le problème se pose en Algérie, mais il se pose en France. On voit bien que nous sommes à un moment donné particulier de notre histoire, où les villes sont en train de s'agrandir. Comment les organise-t-on ? علاقاتنا في مختلف المجالات، المجال الأمني بالدرجة الأولى لأنه تحدي يمس كل بلدان العالم وخاصة نحن وما يحيطنا من تهديدات، وكذلك الإرهاب، وإرادتنا قوية لرفع مستوى التعاون والشراكة في ما يخص التعاون اللامركزي، التعاون بين مدننا ومدن فرنسية، ولكن التعاون كذلك في مختلف المجالات، والتعاون كذلك بين مسؤولين الإداريين من ولات ومحافظين على مستوى فرنسا. وأعتبر بأن هذا اللقاء اليوم هو مثال قوي لهذه العلاقة المتميزة بين وزارة الداخلية الجزائرية ووزارة الداخلية الفرنسية. وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ونظيره الفرنسي جيرار كولون، ترأس أشغال لقاء ولات الجمهورية بالمحافظين الفرنسيين. اللقاء الذي يندرج في إطار المبادلات والتعاون اللامركزي بين وزارتي داخلية البلدين تناول عدة مجالات مرتبطة بالحكامة في تسيير الجماعات المحلية كالتنمية الاقتصادية للإقليم وتسيير مراكز الحضرية الكبرى وإدارة الأزمات والمخاطر. نور الدين بدوي أكد أن اللقاء الذي جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات قائدي البلدين فرصة لتعزيز التعاون المشترك وخدمة أو خدمة نقول لاهتمام وأهداف البلدين، وكذا الاستفادة من الخبرات. من جهته أشاد وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي بالدور المحوري للجزائر في إفريقيا وحوض المتوسط وجهودها الكبيرة لإحلال الأمن والسلم والتنمية بالمنطقة. إن هذا اللقاء يشكل بحق إطارا أنسب لتعميق التعاون الثنائي بين بلدينا، والذي رسم معالمه رئيسي بلدينا، فمن خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي وإطارات بلدينا نتمكن في كل مرة من توسيع آفاق تعاوننا وتكثيف مبادلاتنا، وهو ما من شأنه أن يسمح لنا ببلوغ شراكة استراتيجية دائمة تكون في مستوى طموح بلدينا. ولقاؤنا اليوم قد يكون بادرة من بوادر هذا المسعى لما يسمح به من المقاربة بين المسؤولين على الأقاليم المحلية في كلا البلدين. وأعتقد في هذا المجال بأن اللامركزية هي من تجمعنا بما تحمله من قيم وأبعاد تنظيمية وسياسية مليئة بالدلالات.
وسيكون التعاون اللامركزي هو الجسر الذي سيسمح لكلينا من تبادل الخبرات والتجارب للتعلم من بعضنا البعض والتعاون على تجاوز صعوباتنا واختصار الطرق لتتمين مقومات نجاحنا. Pierre après pierre, nous renforçons donc nos coopérations. Nous faisons en sorte, dans un contexte international incertain, de créer entre la France et l'Algérie un pôle de stabilité, de prospérité et de développement de part et d'autre de la Méditerranée. Oui, je crois qu'une alliance profonde entre nos deux pays pourrait changer la face du monde dans cette région. هذا وثمن ولاة الجمهورية والمحافظون الفرنسيون هذا اللقاء الأول من نوعه والذي جاء تحت عنوان التعاون اللامركزي، حيث فتح المجال واسعا أمام تبادل الخبرات والتجارب في مجال تسيير الجماعات المحلية وتهيئة المدن والأقاليم. للتلفزيون أسمهان مومني. اللقاء الأول من نوعه وضع التعاون اللامركزي بين الأقاليم المحلية بالبلدين في مقدمة الاهتمام من خلال تبادل الخبرات والتجارب ومنها إعطاء دفع آخر للتعاون الثنائي. Des travaux qui ont traité des défis de l'heure pour nos collectivités locales et qui ont constitué une occasion d'échanger et de débattre autour d'exemples positifs œuvrant pour une gestion locale performante, moderne et de qualité. ثلاث ورشات ناقش خلالها الولاة الجزائريون مع نظرائهم الفرنسيين المسائل المرتبطة بالجاذبية والتنمية الاقتصادية للأقاليم، تسيير المراكز الحضرية الكبرى وتسيير الأزمات والمخاطر. لأنهم عندهم خبرة كبيرة في هذا الميادين اللي تخلينا نستخلصوا الأهم من ذلك في تسيير مديننا بطريقة نظامية وجد متحكم فيها. Il faut simplement qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut une qualité de la vie, il faut des logements, il faut de l'université, de la recherche, des emplois, des infrastructures et des transports. Mais le plan qui nous a été exposé sur Alger, c'est exactement ce qui est en train de se faire et qui va se faire dans les 20 ans à venir. تجربة التوسع العمراني بكل من الجزائر وفرنسا فيها الكثير من التشابه، ما سيعطي للتعاون المشترك أهمية أكبر وأبعادا أوسع. الديناميكية اللي وضعناها في الجزائر العاصمة ألا وهي المخطط الاستراتيجي خلينا نشوفوا رواحنا باللي خطينا خطوات جبارة. اختينا خطوات جبارة خاصة من ناحية القضاء على الأكواخ والبناء القصديري. Cette coopération, aujourd'hui, on a décidé de la mener au niveau directement des exécutifs, enfin des responsables territoriaux que sont les wali et les préfets. On fait quand même des constats qui sont très comparables et nous avons peut-être des façons très proches d'aborder les problèmes et d'imaginer les solutions. هناك بعض المجالات أين الإدارة الفرنسية امتازت بتجربة كبيرة، وهناك كذلك الإدارة الجزائرية عندها تجربة في ملفات ونجحت كذلك في تسيير بعض الملفات المهمة على غرار القضاء على السكنات الهشة. لقاء مهم يأتي في مرحلة يعرف فيها تسيير الجماعات المحلية في الجزائر تحولا جذريا وورشات إصلاح عميقة لمدنها ومراكزها العمرانية. نبقي على التعاون الجزائري الفرنسي، حيث استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى استقبل وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب. اللقاء تناول سبل التعاون في مجال محاربة التطرف العنيف. Nous sommes d'accord pour penser qu'il faut que se développe un islam qui, selon les dires de Monsieur le ministre, soit l'islam de Cordoue, c'est-à-dire un islam ouvert aux autres, voulant créer un monde moderne, étincelant de tous les points de vue. Vous voyez, il y a eu un monde où il y a eu un islam qui était un islam inventeur de la philosophie, des lettres, des mathématiques, de la culture, etc. Il faut, à mon avis, que l'islam redevienne cette figure de proue de la civilisation.
أن ينمو الإسلام في فرنسا نموا يتصف بالوسطية والاعتدال ويشجع على العيش المشترك وأن يكون مشجعا على الإنتاج وعلى إنتاج الأفكار التي تتقدم بالمسلمين نحو مستقبل واعد. نددت الحكومة المالية اليوم في